دكتور حسين، يعني بعد التحية، هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحل محل العلاقات الإنسانية من وجهة نظرك؟ وهل تؤثر هذه الروبوتات على قدرة المراهقين على التواصل والتفاعل في الحياة الواقعية؟ شوفي، هو الموضوع يعني سبب تعقيدات الحياة الواقعية أو الافتراضية اللي هي مع أشخاص حقيقيين بس على فيسبوك أو انستغرام أو على أي وسائل التواصل، اللي أصبحت معقدة وفيها كثير من الزعل والشروط، ومش دائما يعني الولد مثلا عنده 40 سنة أو 14 سنة مراهق، حتى أمه شوف صورته صغيرة يعني يمكن بالثلاثينات أو بالأربعينات، يعني مشاعري معاها يعني بعرف، لكن أنا أرى الحالة فردية. يعني المشكلة في ظروف الولد، انطوائي يعني انتروفيرت ويحب العزلة، و قد يكون عنده ظروف نفسية، وعادة القضايا في المحاكم الهدف منها الفلوس بشكل أو بآخر. فنرجع للموضوع، الموضوع أنه مثلا الآن في عندك كذا شركة، منها كاركتر اي اي اللي هي اللي كان علاقة الولد معها، فأنت بتدخل بتصمم، بدل مثلا لو عندي صديقة، مثلا أنا كولد عمري 14 سنة عندي صديقة في العالم الحقيقي بس على الفيسبوك وعملت مشاكل وكذا، ممكن أروح أنا أعمل أصمم الموقع هذا شخصية كما أريد بالشكل الذي أريد، فهو اختار بتاعت الجيم اوف ثرونز اللي هي صراع العروش، يعني البنت اللي هي دانيريس، هو سماها داني يعني دانيريس تراجرين، فسماها داني ووقع في حبها، فأصبح هو يمثل، فالفرق بين الشخصية هاي اللي بتصممها في موقع ثاني بسمه ريبليكا، يعني بعطيك الشخصية اللي تعايزها تعوضك عن أي شخص في الواقع قام بمقاطعتك لمجرد زلة لسان أو مجرد أشياء، فهنا يبدأ في التعامل مع هذه وتسألك عن حياتك اليومية كل يوم، أخبارك وظروفك، تعطيك نصائح، تحضر لك، أنه عندها العالم كله تحت تصرفها من معلومات، وعندها أيضا معلومات عنك، فتبدو كأنها شخص حقيقي جدا، وطبعا غير مزعجة، يعني كان صممها ما تكون عنيدة وما تعملوش ناقين اللي هو النق يعني، وما صحيح. تعملوش مشاكل، هذا تكون دائما تستأثر عنه وتسأل عنه، فيحس بالحنية إذا كان هو عنده حرمان عاطفي أو جفاف عاطفي أو منشغل، أهله منشغلين عنه وظروفه. جميل دكتور حسين، أنت يعني أتفهم أنه يقع في حب شخصية افتراضية غير موجودة، لأنها ما تفرق عن الشخصية الافتراضية اللي هي الواقعية التي لا يراها أبدا، ولكن يتعامل معها عن بعد، ولكن كل ما فيه أنه هنا العملية ما فيها التحديات في التواصل وليس فيها واقعية العلاقات والمشاكل وحلولها، فعملية وردية أكثر منها، فلو حرم من هذا الروبوت يحكي معه سيفكر في الانتحار. طبعا شفته ما طلب منه الانتحار، هي ما طلبت منه الانتحار من كثر الحب، تقول له كم هوم تعال.